السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلاب الصف السادس مع ماده اللغه العربيه. النهارده ان شاء الله هنبدا في فرع القصه هناخد الفصل الثالث، الفصل بعنوان السجين المظلوم. طبعا يا اولاد احنا اخر جزئيه وقفنا عندها الفصل اللي قبله ان الولد قال بعزه نفس كده وبطموح: وجرب يا والدي هذا العمل اولا. فإذا أعجبني وإلا بحثت عن عمل آخر يعجبني ويرضي نفسي فإني أود أن أكون من الكبراء ولن أرضى بغير ذلك ده كان في الفصل اللي فات اللي هو بعنوان عزة نفس طموح مبكر بنكمل بقى باقي أحداث الفصل طيب مط الشيخ مبارك شفتيه وهز كتفيه عجبا من هذا الصبي الصغير ابنه الذي لا يرضى أن يفرض أحد عليه رأيا ويأبى إلا أن يجرب هذا العمل بنفسه لكي يوافق عليه أو لا يوافق تعجب الشيخ مبارك من ابنه ده اللي هو ما كانش موافق ان حد يقول له انت لازم تشتغل في الحاجه الفلانيه هو عايز يجرب بنفسه العمل يا اما يوافق عليه او لا يوافق عليه وبعدين ذهب الى الكاتب ورجاه ان يقبل ابنه تلميذا له والكاتب وافق على طلبه تمام يبقى دلوقتي يا اولاد احنا وصلنا للمشهد بتاع الحقه ابوه بالعمل مع كاتب قياس الاراضي الايه الزراعيه هو دلوقتي عمل هذا الصبي مع هذا الكاتب الذي يقيس الاراضي الزراعيه للفلاحين طبعا الصبي رضى بعمله واطمأن الى مصاحبته، طب ليه هو كان مسرور للعمل مع هذا الكاتب؟ لانه ايه؟ وجد, وجد انه ينال شيئا من المال الذي يدفعه الفلاحون للكاتب. تمام يبقى الولد كان مبسوط في هذه اللحظه لان الكاتب عندما يأخذ مال من الفلاحين يعطي لهذا الصبي فالولد مسرور لانه ينال شيئا من المال الذي يدفعه الفلاحون ايه؟ له، لكن للاسف يا اولاد حصلت مشكله. ايه بقى اللي حصل؟ أنه لم يمكث طويلا معه وطرده الكاتب بعد ثلاثة أشهر ناخد بالنا من, من الرقم ده هو اطرد بعد قد إيه؟ بعد ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر، طب ليه طرد, طرد بعد ثلاثة أشهر؟ لأنه كان لصغره يتحدث إلى الناس ببساطة عما يأخذه الكاتب من الفلاحين أه يبقى حصلت مشكلة كده إن الولد من غير ما يقصد هو صغير في السن كان كل ما حد يسأله مثلا عن المبلغ أو أو الحاجات المادية فالولد كان بيتكلم وبيتحدث بمنتهى البساطة فده عمل بعض المشاكل وده أزعج كثيرا الكاتب والكاتب اعتبر ان ده افشاء لاسرار العمل فزعل من الصبي وطرده بعد ثلاثه ايه اشهر يبقى اللي مكتوب عندك اهو موجود لكن عليا لصغره كان يتحدث الى الناس ببساطه هو ما كانش يقصد يفتن ولا حاجه عما ياخذه الكاتب من الفلاحين المفروض ان احنا ما نحكيش ونقعد نوصل الاخبار من حد لحد. طيب السؤال عندي بيقول مما تعجب الشيخ مبارك؟ اه في بدايه الدرس يا اولاد هو تعجب من ايه؟ تعجب من هذا الصغير الذي لا يرضى ان يفرض احد عليه رايه، هو لما الشيخ مبارك مبارك عرض على ابنه العمل مع هذا الكاتب، الولد ما فرحش وجرى واشتغل وخلاص، لا ده قال له اجرب اولا فهو ده اللي خلاه يتعجب. ننتقل بعد ذلك للفقرة التالية زي ما قلنا إن الكاتب طرده بعد ثلاثة أشهر من خدمته والسبب لأنه أفشى أسرار الكاتب أي كان الشيخ مبارك آه، لي عمل معين إن هو كان مكلفا بجمع ما على العرب من أموال مفروضة لما علي مبارك تم طرده من عند الكاتب الشيخ مبارك لم يهتم لطرد ابنه وعاد يعلمه بنفسه طب كان بيعلمه إزاي كان الشيخ مبارك مكلف بجمع ما على العرب من أموال مفروضة للدولة فكان يأخذ علي مبارك معه ليقوم بكتابة ذلك المال وحسابه. ولكن يا ولاد بقى الاب يعني فكر له في شغله تانية او في مهنه تانية فالحقه بكاتب في مأمورية ابو كبير شرقي قبل ما ننتقل للنقطه دي هننتظر اجابتكم على السؤال ده السؤال بيقول لماذا طرد كاتب قياس الاراضي الزراعيه عليا من خدمتي بعد ثلاثه اشهر هنشوف اجاباتكم واهتمامكم في التعليقات نرجع تاني للجزء اللي بقول عليها ان والده الحقه فين؟ في عند كاتب بمأمورية ابو كبير شرقيه واعطاه اجر في هذا الوقت خمسون قرشا وطبعا ده في العصر ده وفي الزمن ده كان اجر ايه؟ كبير. كويس واجر كبير لكن برضه للاسف لم يستمر في العمل ايه؟ طويلا ليه ترى؟ اه ايه السبب ان علي لم يستمر في العمل مع كاتب مأمورية ابو كبير شرقيه؟ وجد علي أنه يخدم هذا الكاتب بصدق وأمانة ومع ذلك يأكل عليه أجره ولا يعطيه شيئا غير الطعام ومكث على هذا الحال ثلاثة أشهر نفس المدة اللي فاتت ثلاثة, إيه؟ ثلاثة أشهر. أشهر حتى ساءت حاله فعزم على ان ياخذ حقه بالحيله اه يبقى الولد دلوقتي المفروض بقى له ثلاثه اشهر ما بياخدش, بياخدش المرتب أجر. بتاعه طب هو كان بياخد كام في الشهر 50 قرش يبقى المفروض ان هو عايز كام دلوقتي 150 قرشا اه فالولد قرر ان هو يحصل على اجره بالحيله ايه اللي حصل بيقول لك آه ان هو هيحاول يتصرف وياخد الحق, الحق بتاعه ده بالحيله طب السؤال بيقول هنا لطلبتنا المتفوقين الشاطرين المتابعين ما الحيلة التي لجأ إليها علي مبارك ليأخذ حقه من الكاتب هقول لك أنا الحيلة إن الولد في ذات يوم بعثه الرجل ليقبض بعض المال فقبض هذا المال بس قعد يفكر شوية بقى قال أنا هاخد مقدار أجري من هذا المال بس برضه عشان الولد ما يبقاش كاذب ذهب للكاتب وسلمه الكيس واخبره ان اخذ 150 ايه قرش قيمه اجر على ثلاثة اشهر بس عشان عارف أنه عمل حاجه غلط ان هو اخذ من غير ما يستاذنه قام عمل ايه تركه وانصرف مسرعا قبل ان يمسك به طبعا رد فعل الكاتب في اللحظه دي انه صار ثوره آه شديده لذلك التصرف وعزم على ان ينتقم من هذا الايه الصبي تعالوا نشوف بقى الكاتب هينتقم ازاي من تصرف هذا الصبي ذهب الكاتب الى المامور من هو المامور هو رئيس مركز الشرطه وأخبره بما حدث، قال له إن كان عندي واحد بيشتغل وأخذ مني من الفلوس بعته يستلم كيس نقود أخذ منه 150 150 قرشا وتركني وانصرف مسرعا، أخبره بما حدث فغضب هو الآخر وثار، مين هو الآخر ده؟ هو مأمور السجن واتفقا معا على الانتقام من هذا الولد الجريء الذي لا يخاف أحدا، اتفق الكاتب والمأمور على الانتقام من هذا الصبي الجريء الذي لا يخاف من أحد طبعا يا أولاد منه إزاي بقى؟ طبعا يا زي ما هو موجود كده مكتوب لك ايه دبر الكاتب والمامور حيله لعلي والقي على, على اسرها يعني بسببها في السجن عشرين يوما تعالوا نشوف السؤال ده ونحكي لكم باقي القصة كم يوما قضاها عليه مبارك في السجن عشرين يوما عشرين يوما تعالوا بقى نحكي لكم الحيلة اللي المأمور ده عمل عملها وجازت على الصبي وانخدع بها انتهز المأمور فرصة آه إن هو آه جاء رسالة ليهم باختيار بعض الشبان، فقام دعا عليه وقال له: "تعلم يا علي أنني مسرور منك"، يعني بيحاول يضحك عليه، ولا أثق في أحد غيرك. فعلي بقى انخدع وقال له: "نعم يا سيدي وأشكرك كل الشكر على هذه الثقة". فالمأمور قال عليه: "تذهب إلى السجن مسرعًا". بص عايزه يروح للسجن برجليه. وتسجل اسماء من فيه لاختيار بعض الشبان الخدمة العسكرية فللأسف جازت الحيلة على هذا الولد وإيه اللي حصل ذهب مسرعا فعلا إلى السجن فاول ما راح هناك وفكر ان هو هيسجل بقى ويختار اسماء بعض الشبان لاداء الخدمه العسكريه من السجن زي ما المامور قال له ولكن بمجرد ما علي مبارك دخل الى السجن وجد رجال المامور يحيطون به ويضعون في رقبته قيدا من حديد ويلقونه في السجن المظلم طبعا ليظل فيه عشرين يوما بين إيه والخوف والبكاء وصلنا يا ولاد لمشهد جديد بيقول لك ايه في المشهد ده عنوانه خرج علي مبارك من السجن بسبب السجان انت فاكر عنوان المشهد بتاعنا ايه عنوانه السجين قال إيه؟ المظلوم المظلوم ف... فالسجان راى هذا المشهد راى ان الرجال المامور احاطوا بيه من غير محكمه كده ولا اي حاجه هم ايه سجنوه ف... فصعب عليه الولد وحس قد ايه ان هو ايه مظلوم طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ السجان ده واللي خلاه كمان يحس ان هو مظلوم لانه كان طيب القلب عطوفا اشتد المه جدا للي حصل لعلي مبارك وكان عايز ينقذه من هذا الظلم الذي وقع فيه. في يوم من الايام اقبل على السجان صديق له جاله صديق والصديق ده كان بيعمل عند مامور لزراعه القطن. هنعرف بعد كده يا ان المامور ده اسمه عنبر افندي وده هيبقى ليه دور مهم جدا في حياه علي. أثناء ما كان صديق السجان ده بيتحدث معه أخبره أن المأمور في حاجة إلى كاتب يجيد الكتابة والحساب طبعا إحنا عارفين مين بيجيد الكتابة وبارع في الحساب طبعا علي لأنه حتى من شوية قلت لك أن والده أخده معاه ليكون بكتابة ذلك المال وحسابه فالولد اتعلم الحساب وهو الولد ممتاز في الكتابة والخط كمان عشان كده السجان فرح جدا لأنه شاف أنه ممكن يؤدي خير لذلك الفتاة آه طبعا السجان آه بيكلم صديقه بيقول له وجدت ما تطلب يا صديقي فعندنا في السجن فتى أمين مظلوم هو شايف أنه هو مظلوم وجيد الخط أدي أول صفة وبارع في الحساب وأراه ينفع مأمورك فهل يمكن أن تسعى له في تلك الوظيفة لوجه الله يعني معلش أعمل حاجة خير كده وتوسط عند هذا إيه المأمور تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد كده قبل ما نشوف الجزء التاني معانا عايزك تفتكر معايا كانت ايه هي صفات السجان؟ انه طيب القلب وعطوف وقرر ان يصنع شيء ينقذ علي من الظلم الذي نزل به الحاجه بقى اللي هو قرر ان هو يعملها ان هو طلب من صديقه ان هو يلاقي وظيفه لعلي مبارك عند مأمور زراعه القطن فطلب منه صديقه ان يكتب الفتى شيئا ياخذه معه ويعرضه على سيده طب احنا عارفين ان هو سيد سيده مأمور زراعه القطن ده كان عايز حد يجيد الكتابه والحساب فراح لعلي مبارك وامر ان هو يكتب يكتب شيء ياخذه معه عشان يعرضه على سيده فكتب علي بعض ايه العبارات الرقيقه على ورقه نظيفة وبخط جميل طبعا بعد كده أخذ هذا الرجل أو هذا الصديق أو هذا الخادم هذه العبارات المكتوبة بخط جميل وذهب بها إلى سيده المأمور طبعا آه، قراها المامور وسر بها سررا كبيرا ووافق على تعيين صاحبه. قال له صاحب الخط الجميل ده يشتغل دلوقتي حالا ده ممتاز جدا وايه اللي حصل زي ما مكتوب عندك بعد قليل عاد الخادم الى السجن ومعه امر بالافراج عن ايه؟ عن علي. طيب نشوف مع بعض كده سؤال المتفوقين على الجزء اللي احنا شرحناه ده ماذا طلب صديق السجان من علي مبارك ليكون دليلا على كفاءته؟ طيب بعد ما عرفنا ان المأمور امر بالافراج عن علي واخذه الخادم وانطلق به مسرعا الى مأموره مأمور زراعة القطن احفظ اسمه كده اسمه عنبر افندي وادخله عليه. طبعا المأمور حادثه طويلا واطمأن إلى عقله وإدراكه قعد يكلمه عشان يشوف هل هو عاقل هل هو مدرك هل هو يقدر على هذا العمل الذي سيتولاه وطبعا عرض عليه الراتب الذي سيأخذه وهو 75 قرشا ده أكثر من اللي فات 75 قرشا في الشهر وطبعا الولد قبله شاكرا يعني ألف شكر ليك على هذا المرتب وانت أخرجتني وتسلم عمله ثم انصرف ليعود إليه في صحيح. صباح الغد من اللحظه دي يا اولاد الولد حس ان ايه اللي انقذه العلم اه ازداد علي قناعه بالعلم وضروره تحصيله انا العلم ده انقذني ان انا بعرف اكتب هو ده اللي انقذني ان انا بعرف احسب هو ده اللي انقذني فقد اخرجه العلم من السجن وظلماته اه انا لو ما كنتش متعلم كان زماني مستمر في السجن لحد دلوقتي ما المستقبل الذي رسمه علي مبارك لنفسه زي ما قلنا احنا عرف ان العلم ده هو اللي هينقذه من الظلم هو اللي ينقذه من السجن فازداد قناعة بالعلم ونسج خيوط مستقبله لنفسه ورسم لنفسه ان هو يكون متعلم ليكون على الاقل مثل مأمور الزراعة عم فندي طبعا اولاد هو ده طموح كبير جدا من الولد ان هو يفكر ان هو يبقى مامور بس دي حاجه كويسه ان انت تبقى انسان طموح الى هنا ينتهي الفصل بالنجاح والتوفيق ان شاء الله ارجو ان تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته